الأمر الأول أن يذكر نفسه بجوانب التقصير الأخرى التي عنده، فإذا أعجب مثلا بعبادة أو بحفظة أو بمعاني معينة وجدت فيه ليقلب الصفحة إلى جهة أخرى وهي جوانب القصور التي عنده. والإنسان لا يزال مقصرا، لا يزال مفرطا، لا يزال عنده جوانب نقص، فإذا أخذ يذكر نفسه بجوانب النقص التي عنده ومواضع الخلل التي فيه يشغل نفسه بتدارك النقص ومعالجة الخلل بدل أن يعجب بجانب معين وفق فيه للإحسان والإتقان. الأمر الثاني أن يذكر نفسه بأن هذا الأمر الذي حصل له هو فضل الله عليه ونعمته، وأنه لولا فضل الله جل وعلا ورحمته سبحانه وتعالى لما وقع منه هذا الأمر. مثل ما تقدم معنا، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ليذكر نفسه بفضل المنعم سبحانه وتعالى وأن هذا محض فضل الله عليه. والأمر الثالث أن يذكر نفسه بالقصور الذي عنده في العمل الذي قام به، لأن مهما قدم الإنسان من أعمال لا بد أن يكون عنده قصور. إن كان مثلا الذي أعجب به حفظا مثلا يذكر نفسه بالأمور الأخرى التي قصر فيها في الحفظ، أو في العبادة يذكر نفسه بالأمور الأخرى التي قصر فيها في العبادة وهكذا. فبهذه الأمور الثلاثة ينطلق بإذن الله تبارك وتعالى من العبد العجب.